الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوتي المسلمون، كرم الله بني آدم وخلق لهم العقل وجعلهم جميعا عقلاء، منهم من أعد أو عرف هذه النعمة الكبيرة فشكرها وأظهر نعمة العقل في حياته، ومنهم من أغفل هذه النعمة واستخدم عقله في الإساءة إلى الآخرين والإساءة إلى هذا الكون الذي يعيش فيه. والإنسان عندما يعدد نعم الله عز وجل يجب أن يحدث بها. التحدث بنعمة الله يفسرها الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الناس تفهم تغيير المنكر باليد يعني عبارة عن الضرب وإقامة التعزير والحدود والجنايات، لكن النظرة الواسعة للأمر أو النهي عن المنكر والأمر المعروف هو أنك ترى خللا في مكان ما، يعني ولدك في مدرسة لا تعجبك، لا المستوى العلمي ولا التربوي ولا الأخلاق، بدلا من أن تعيب على المدرسة ليل نهار أن تذهب مع إخوان لك قادرين ماديا تفتتح مدرسة وفق النظام العام للمكان الذي تعيش فيه والدولة التي تعيش فيها، ثم تأتي أنت بمعلمين يعوضوا التلاميذ عن الخلق وعن التربية وعن العلم الذي تفتقده هذه المدرسة التي فيها ولدك، ولذلك أنت غيرت المنكر. تدخل إلى مستشفى معين تشكو من كثرة أتعابها وأتعاب ورسوم أطبائها وغلو أسعار دوائها، وجب بدلا من أن تنتقص من شأن هؤلاء أنشئ أنت مستشفى وفق القوانين العامة وأتي بأطباء يرضون باليسير من الأجر وبموظفين يرضون باليسير من الأجر أو باليسير من الأجر، هكذا تغير أنت المنكر. لكن أنا أريد أن أركز على استخدام نعمة العقل وتفعيلها في المؤسسات التي يقال عنها أنها تربوية، للمؤسسات التربية والتعليم المدارس والجامعات. يأتي آخر العام الامتحان، الولد مسكين في الصف الثاني والثالث الأولي أو الابتدائي، يأتي ورقة الامتحان والمراقب الذي هو ابن ريب تربوي مقطب جبينه، كان الولد داخل في امتحان شهادة الدكتوراه، يقول باقي من الزمن نصف ساعة، الولد يجيله مغص، باقي من الزمن ثلث ساعة، سبحان الله، باقي من الزمن عشر دقائق، إرهاب للولد، وكأنها مؤسسات عقابية ليست مؤسسات تربوية. تعالى يعني نجعل هذا المراقب ينادي علينا نحن ككبار السن، هو 20 و50 و70، يقول لنا باقي من الزمن أسبوع ويأتينا ملك الموت. لو نادى مناد اليوم باقي لنا أنا وأنتم أسبوع واحد، يعني لن نلحق الجمعة القادمة إن شاء الله، إنما سوف يأتي ملك الموت الخميس أو الأربعاء أو الاثنين أو الأحد أو الليلة. بالله عليك،
طالما انه باقي من الزمن اسبوعا واحدا، انا اريد ان تستعمل عقلك الذكي معي. ماذا انت فاعل في هذا الاسبوع؟ انك سوف ترجع وقد عرفت ما بقي لك من الزمن الا اسبوعا. العجيب في الموت لا احد يدري به، ولا احد يعرف متى يغادر هذا المكان. ولقد راينا مالك رضي الله عنه لما راى في الرؤيا ملك الموت وقال له: يا ملك الموت، متى تقبض روحي؟ ظن مالك ان ملك الموت معه الدفتر للمستقبل، مع ان ملك الموت يستلم دفتر الاموات يوما بيوم، ساعه بساعه، ليس عنده مستقبل يعرفه، انما الغيب لا يعلمه الا الله. بعض من اتباع المذاهب الهدامه يقولون ان زعماء دينهم او زعماء مذاهبهم يعرفون متى يموتون. المهم هذا عند غياب العقل، عند غياب العقل قل ما تشاء. لكن مالك رضي الله عنه ظن ان ملك الموت عنده علم، فقال له: متى تقبض روحي يا ملك الموت؟ اشار اليه ملك الموت بانامله الخمسه. استيقظ مالك من الرؤيا وهو لا يعرف بعد خمسة ماذا، خمس ساعات، ايام، ليالي، اسابيع، شهور، سنوات. سأل عالما بالتأويل، قال له: يا امام دار الهجرة، يريد ملك الموت ان يخبرك ان خمسا لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. اذا هذه الخمسة من اختصاص الله عز وجل. طب انا اذا علمت، ونجم اعلم انني ربما ليس لي اسبوع، ربما لي لحظات، ربما لي دقائق، سويعات قليلة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كم لبثتم في الارض عدد سنين. ماذا اجابوا؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، يعني كمان مش يوم كامل، لا، جزءا من يوم، يوما او بعض او جزءا من اليوم. تسأل العادين الذين كانوا يحسبون التواريخ والايام. فانت بالله عليك اذا ايقنت الان انك لن تبقى للجمعة القادمة باذن الله، ماذا انت فاعل؟ عليك ديون لله ولعباد الله، ماذا سوف انت، ماذا تفعل فيها؟ هل ستغير معاملتك لزوجتك واقرانك واقاربك وقاطع رحمك، او مقاطع انت الرحم معهم؟ هل سوف تعيد الحقوق الى اصحابها؟ هل سوف تستسمح الناس؟ الامة الان وبالذات العام الاخير تحول كلها الا من رحم ربي الى نصفهم مغتاب ونصفهم نمام. ما هذه الكارثة؟ الحسنات التي نبنيها، يعني تخيل انت رجلا يبني برجا جميلا من 50 طابقة، وجلس الناس يستحسنون بناء هذا البرج، فاذا به يقوم مع شركة هدم بهدم طابق طابق كل يوم دون سبب، دون ما سبب. بالله عليك هل نحكم عليه انه عاقل ام انه غايب العقل؟ مستور العقل. لماذا؟ لانه يبني ما يهدم ما بنى. نحن نصلي ونصوم ونتقي الله ونقرأ القرآن ونعتمر ونحج ونجلس مجالس علم ونقرأ القرآن، لكننا نهدم هذا البرج الإيماني وبرج الحسنات. هذا، هذه غيبة وهذه نميمة، هذا خوض في أعراض، هذا انتقاص من الناس، هذا كذا، هذا كذا. أتدرون من المفلس؟ هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى وصام وكذا وكذا، ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وسبك دم هذا وكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته صب عليه من سيئاتهم، ثم ألقي على وجهه والعياذ بالله في النار. طيب العجيب أن باقي على الامتحان لي ولك أقل من أسبوع، أقل من يوم، أقل من ساعة، لحظة، سبحان الله. ثم ندخل إلى القبر، وفي عالم البرزخ يرى الإنسان الحقائق، بل قبل أن يدخل إلى عالم البرزخ أهلنا وهم يحملوننا على أكتافهم نرى عملنا أمامنا، إن كان صالحا
نقول لهم أسرعوا بجنازتي، لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لأسرعتم، ولو كان غير ذلك علامة تسرعون بها، لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم به. يأتي الامتحان، امتحان الدنيا غير معروف. الولد يخمن في الثانويات العامة، يقول يا ترى موضوع التعبير، موضوع الإنشاء، عن أي موضوع سوف يكون، في أي قصيدة سوف الامتحان، في مادة الكيمياء، في أي فصل، مادة الفيزياء كذا، مادة التاريخ، يضرب أخماسا في أساس هو ومعلمه، لكنه لا يعرف في أي أسئلة سوف يسأل. العجيب امتحان الآخرة معروف للعالم والجاهل، والإنسان لا يفعل عقله، سوف يسأل عن أربع فقط مش خمسة. يعني نحن أولادنا يمتحنون في 10 مواد، 10 مواد، ما بين لغات إلى رياضيات إلى تاريخ إلى أدبيات إلى علوم طبيعية إلى علوم فلسفية، والصفحات بالآلاف، وتنظر إلى الكتب التي على أولادنا في المراحل المتوسطة تتعجب كيف أحفظ هذا الولد كل هذا الكلام، ولا يدري في أي شيء سوف يمتحن فيه. الله يسر لنا امتحان الآخرة وجعله أسئلة 4. فعل عقلك معي، سوف تسأل عن شبابك، الوقت، فيما أفنيته، عملت فيه إيه؟ الشباب من سن 15 إلى سن 40 طبعا الشباب، وعن عمرك فيما أبليت، ضيعت عمرك في إيه؟ بعد سن 40 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار، هكذا قال العلماء، لأن في سن 40 تكتمل عندك آخر شيء في الجهاز العظام الإنسان، تكتمل في سن 40، لا يضاف إلى جسمك شيء، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي الآيات. الله عز وجل إذا بلغت أنت 40 عندئذ تسأل من 40 إلى ما شاء الله، فيما ضيعت عمرك؟ هل جئت من مال كما قال عمر أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي وأحاسب أنا عليه في قبري؟ يا ترى أنا أدخل القبر وحسب على المال؟ والعجيب أن المال الحرام فيه مصيبتين، المصيبة الأولى أنني أحاسب على صغيره وكبيره، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، المال جبته منين وأنفقته فيه، إن أتيت به من حرام وأنفقت في حرام فولعياذ بالله إلى النار، إن جاء به من حرام وأنفقه في حلال فهو في النار، وإن جاء به من حلال وأنفقه في حرام فهو في النار. الحالة الوحيدة أن تأتي به من حلال وتنفقه في حلال، هذه الحالة الوحيدة التي لا يعني تنجو بها يوم القيامة. حتى الحاكم العادل الذي يعيش حلالا بمال حلال لا يقتل شعبه ولا يغتصب يعني حقوقهم يؤتى به يوم القيامة. نضرب مثال عمر بن عبد العزيز وجده الصالح عمر بن الخطاب، ينتفض بهم الجسر انتفاضة، الجسر والصراط يعني الصراط ينتفض بالحاكم العادل انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يجمعها إليه إلا عدله. ليس الحاكم مجرد حاكم الدولة، لا، مدير المؤسسة، نظر المدرسة، مدير المستشفى، أنت بين أقاربك وأنت زعيم القبيلة تحكم بينهم أو رئيس العائلة أو كبير العائلة، كل هؤلاء يجب أن يكون حاكم، يجب أن تكون حاكما عادلا، لأنك مسؤول على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا سوف تسأل عن شبابك وعن عمرك ثم عن مالك وعن علمك ايضا، العلم ماذا صنعت الذي تعلمته، تحضر دروس العلم كل جمعة، بالله عليك ارجع اليوم واحبس نفسك داخل غرفة لمدة ساعة، ساعة واحدة ليست كثيرة عليك، في غمرة الحياة انت مهموم، هذا كذا وهذا كذا، لن تسأل يوم القيامة لا عن جنسيتك ولا عن قبيلتك ولا أنت كنت تبع المجتمع الشرقي ولا المجتمع الغربي ولا أنت كنت رأسمالي ولا اشتراكي،
هل انت كنت تحب الفلسفة الاغريقية ام الفلسفة اليونانية؟ ابدا. هل انت كنت جمهوري ام ديمقراطي؟ هل كنت سلفيا ام تبليغيا ام كذا؟ لن تسأل في هذا كل ابدا لن. هل اعجبتك مباريات كرة القدم في الاتحاد الاوروبي؟ ابدا. الكلام هذا كلام هذا كلام لا سوف حتى ان المتوفى يشعر بنا. نفرض جدلا ان ابي راى مثلا او ابوك راى انك اشتريت بيتا، هل تصل يصل هذا الخبر اليه؟ لا. بدلت سيارتك؟ لا يصل. ما الذي يصل الى ابيك وامك؟ ايه المعلومات عن اهل الدنيا تصل اهل البرزخ وعالم البرزخ؟ ان والدي كان لا يواظب على السنن فواظب على السنن، وابنتي كانت رافضة للحجاب فبفضل الله تحجبت، وفلان سبحان الله العظيم بعد ان كان يأكل الحرام والرشا استقام وتاب واعاد الحقوق الى اصحابها وذهب ليحج ويعتم. هذا ما يصل الى اهل البرزخ، لان ما يهمهم هو ما يهم الاخرة. العاقل من اعد نفسه، لانه اذا قال المراقب باقي من الزمن ربع ساعة فلم يبق لنا في هذا الزمن الا ان تطلع الشمس من مغربها، كل علامات الساعة الصغرى ظهرت، وما بقي الا ان نستيقظ يوما وعلامات الساعة او والشمس قد سطعت والدابة قد تحركت والدخان قد غطى الناس، ثم المسيح الدجال يعيث فسادا في الارض، ثم يجوج وماجوج يعني يفترون في خلق الله عز وجل، ونزول المسيح عند المنارة الشرقي شرقية دمشق، اللهم امنها وامن سوريا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. عندئذ تصبح الدنيا كما قال حبيبنا كالحامل المتم، لا يدري اهلها متى تضع. اللهم احسن خواتمنا واحسن خاتمتنا، واجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، التلاميذ والطلاب في المدارس نوعان. النوع الاول نوع عاقل، ذاكر المنهج، حضر الدروس، نفذ ما قاله الاساتذه، دخل الامتحان، اجاب عن الاسئله، نجح. القسم الثاني عطل عقله وعاش على الاماني، مدير المدرسه خالي، صاحب المدرسه ابن عم ابويا، صاحبه المدرسه قريبه امي، انا سوف انجح دون امتحان. وياتي بعد ذلك الامتحان من خارج المدرسه وعلى مستوى الوزاره، عندئذ يرسب هذا قد عطل عقله. ما اشبهنا بهذين التلميذين، من يستخدم عقله في مرضاة الله عز وجل، ومن لا يستخدم عقله الا ان يحيل على يعني يحل عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين. احبتي في الله، ليس الكلام عن الاخرة تيئيسا للناس، لا، يعني سبحان الله العظيم، في هناك العوالم المحيطة بنا، عالم الحشرات وعالم الدواب وعالم البهائم وعالم الجن وعالم الملائكة، كل هذه العوالم سبحان الله أنت بينها كأحد هذه العوالم، ورب العالمين هو ربك ورب كل هذه العوالم. لكن القضية، لو أنك جئت بقطيع من حمير عزكم الله أو قطيع من أسود، هل يفتك الأسد ملك الغابة بالقطيع الذي هو يحكمه؟ هل الذئب يفتك بالقطيع الذي يحكمه؟ هل قائد السرب قائد الحمامة ويطير تراه يصير وفق قائد له؟ هل رأيت ملكة النحل تقتل شغالات في الخلية لأنها تنتج عسلا أو لأنها تساعد في أن تأتي بحبوب اللقاح من خارج الخلية؟ هل رأيتها تقتل؟ إذا قارن بين وحشية الإنسان وقسوته ببني جنسه وبالذين يحكمهم والذين ولاهم رب العباد عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أنت لم ترد حوادث أبدا كثيرة أن فلانا لقي حتفه لأنه تعثر في حصير في الأرض، لا، بالعكس. من الذي يموت عادة أو يقتل؟ من ترد من عالي، وقع من فوق النخلة، من فوق البرج، من فوق البناية، في حادثة طائرة، شيء يعني يرتفع لابد من رفعه. إن فرعون علا في الأرض
وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم على ولك في الأرض. وأي علو في الأرض ينتهي إلى وبال، ولا يبقى إلا أهل التواضع، هؤلاء الذين يسيرون على الأرض هونا. سماهم رب العباد أنهم عباد الحقيقيون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء القوم هم الذين استخدموا عقولهم وأظهروا نعمة الله عليهم في هذا العهد، والآخرون الذين يقتلون ويفتكون بمن ولاهم رب العباد عز وجل، تنتظرهم خاتمة سيئة، كارثتان وذنبان كبيران ثمرتهما في الدنيا قبل الآخرة: عقوق الوالدين والظلم، طغيان. ما قال ربنا لكريمه: اذهب إلى فرعون إنه كفر أو فسق، لا، قال إنه طغى. عندما يطغى العبد تتدخل السماء، وعاق لوالديه، يعني الذي يبيت أبوه أو أمه وقد دمعت عينه حزنا من سوء معاملة الولد. ورأينا سبحان الله هذه الأم التي قالت زوجة ولدها: لا أعيش مع تحت سقف واحد مع هذه الحيزبون، المرأة العجوز كبيرة السن، فماذا أفعل بها؟ قال: ألقيها في الجبل. أخذ الولد الخيبان سبحان الله التعيس الذي لا يستخدم أمه، وألقاه في الجبل بعيدا عن القرية، ثم تنكر وعاد في ثوب آخر، رأى أمه تبكي، غير صوته: ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: إن زوجة ولدي عروسه رفضت أن تساكنني تحت سقف واحد، فأمرت ولدي أن يلقيني في هذا المكان. بدأ قلب الولد يرق ويتذكر ويسمع صوت أمه، قال: وهل هذا ولد يبكى عليه يا أمة الله؟ قالت: أنا لا أبكي غضبا منه، أنا أبكي خوفا عليه أن تفتك به السباع في طريق عودتي إلى زوجتي. هذا هو الفرق بين الأم والأب، فرق بين الأولاد. أبناؤنا أصبحت قاسية قلوبهم، مع أننا كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. والله الذي لا إله إلا هو، هنيئا لمن لحق أباه وأمه في حياته، وهنيئا لمن بر أباه وأمه، وهنيئا لمن استرضى أباه وأمه صباح مساء. علموا أولادكم أن يقبلوا أيديكم ورؤوسكم عند خروجهم إلى المدرسة والجامعة صباحا، وعندما ينامون ليقبلوكم مرة أخرى ويسألون منكم الرضا. يسأل الولد والده وأمه: هل أنت راض عني يا أبتي؟ هل أنت راضية عني يا أمي؟ والله إن عاد البر مرة أخرى عاد البر والإحسان في مجتمعنا الإسلامي، واستخدمنا عقولنا استخداما طيبا، ولكن مع المال الحلال يطوع أبناؤنا لنا. اللهم اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي تونس وفي الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واعف عنا يا عفو يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: الإنسان قد ينسى النعم ويحتاج إلى من يذكره ما بين الحين والحين. هل من مثلا سنة كاملة أو 10 سنوات
قمت أنت فجأة بسجدة شكر وقلت الحمد لله الذي رزقني عقلا أفكر به. من سجد هذه السجدة من سنة كاملة؟ لا أريد أن أقول من 50 سنة، لكن خلينا احنا في السنة الأخيرة حتى لا يصيبنا فقد الذاكرة، من سنة واحدة. هل شكرت رب العباد عز وجل على نعمة الشهيق والزفير والهض والجهاز الدوري والجهاز البولي والجهاز العصبي؟ سبحان الله العظيم. فالإنسان يتقلب ليل نهار في نعم الله سبحانه، وتأتيك الابتلاءات تحت عنوان امتحان. يعني امتحان؟ يقال ان رجل في دولة صغيرة لها امير وسقاء عنده جرتين من الفخار يملأهما ماء، هذه على الكتف والاخرى على الكتف على عصا بينهما، في واحدة مكسورة. يذهب اولا الى الامير، فالامير كل مرة كل صباح يشرب من الجرة السليمة، الجرة المكسورة يتقاطر منها الماء من منبع الماء الى بيت الامير. ففي مرة تمردت الجرات المكسورة، لكن لا تأخذني معك، انما هي اهانة لي، كل مرة كل يوم الامير يشرب من ايه؟ من الجرة السليمة. فلم يجبها. وفي اليوم التالي قال لها انظري خلفك، يسموها القصص الرمزية، ماذا ترين؟ رأت ان الناحية اليسار اللي فيها الجرة المكسورة نبت مكان الماء ازهار واعشاب وخضرة، واجتمعت حولها الفراشات والنحل تأخذ من رحيقها، والناحية الثانية طاحلة. ظاهر الامر، ظاهر الامر ان الجرة السليمة افضل من الجرة الايه؟ المكسورة. والجرة المكسورة كسرت بقضاء الله وقدره. انت ربما ترزق ولد عنده مرض، عنده توحد، بنت عندها منغل او يعني نقصت نعمة من نعم الحواس، ولد او بنت يولد مكفوف، لا جرم عليه لا ذنب عليه. وهو مش معقول ان كل مبتلى لازم يكون في سبب، لا، في علة. العلة تختلف عن السبب. يعني ايه علة؟ قد نفهم العلة او لا نفهمها، قد نفهم العلة او لا نفهمها. هذا الولد الذي ولد مكفوفا، هل قدم وهو في رحم امه جرما يستحق ان يعاقب عليه ويصبح مكفوفا طوال حياته؟ لا، مفيش. ما الحكمة؟ قال ان رب العباد عز وجل عندما يبتلي العبد لا يريد به الا خيرا. كيف؟ لان هو العباد يعني لما يكون في حد مريض مرض عضال وطال مرضه، كنت معزي جماعة من اسبوعين مرضت ابنتهم 3 سنوات متواصلة في ريعان العمر في العشرينات ثم توفاها الله، وانا اعزي اباها وامها، قلت الان بعد ما دفننا، قلت الان شفاها الله عز وجل شفاء من مرضها بالموت. ولكن هذا الكفيف الذي لم يرى طوال حياته شيئا، لو قلت له هذا اخضر وهذا ازرق هل يعرف؟ لا. يقول له يعني يقول له احجام، يقول له البرج ده عالي جدا 50 طابق ولكن البيت اللي احنا فيه ده طابقين، هل يعرف؟ هل رأى؟ ما حجم ما طول الطابق؟ ما ارتفاع الطابق؟ ولا يعرف. ولكن يأتي العباد في الجنة يوم القيامة، اولا الكفيف والمريض والاشل الذي ليس له قدمين او لا يستطيع المشي او الى اخره، اول ما يخرج من القبر يخرج سليما معافى الاول. الاول. وبعدين؟ وبعدين الدرجات في الجنة، عدد درجات الجنة في رواية 100 درجة ورواية اخرى كعدد ايات القرآن الكريم. يعني الدرجات في الجنة كم درجة؟
6236 درجة. 36 ها ومئتين وايه وستة آلاف. سبحان الله. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. شو ده؟ طيب تفضل الدرجات تعلو 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 إلى أن تصل إلى الفردوس الأعلى. اللهم يسكننا إياه يا رب. هنا مسكن رسول الله ومن معه. قال ما هو أعظم نعمة في الجنة اللي هم طائفة الفردوس الأعلى. كل أهل الجنة يرون الله من الجمعة إلى الجمعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قول آمين. يعني يوم الجمعة ما فيش صلاة جمعة، وإحنا زي ما نجتمع كده أحبة في الله، يعني رب العباد يرسل بطاقة صبيحة الجمعة. في الجنة ما فيش أيام. الأيام نعرفها بماذا؟ شروق الشمس وغروب الشمس وحركة الأرض والسماء تمام، حركة المجرات والكواكب سبحان الله. لكن في يوم يوازي يوم الجمعة، يوازي يوم يطرق عليك الباب يوم الجمعة، لك أربعة أبواب كلها في الجنة، لك أربعة أبواب. هذه الأبواب باب يدخل عليك، تدخل عليك الحور العين. ها الحور العين دول سبحان الله العظيم ينسوه الغم كله. خلي بالك، يعني تقول يرى بياض وجهه في صفحة خدها، مش يرى سوء أعماله في طول لسانها. لا مفيش الكلام ده، لا بذاءة ولا قلة أدب ولا كنت فين يلي ولا يا من جبر غراب الأم، الكلام ده مش وارد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا الله أكبر. بس في نقطة وهي اللي صبر عليك دي، ده ايه في الجنة؟ اول شيء ان لم تحب ان تقترن بك مرة اخرى فده رب العباد اطلقها بحريتها، يعني ممكن بتخترقش انت. حتى ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تتزوج الواحدة منا الرجل الرجلين، واحد يموت واحد يطلق، ايهم تتزوج يوم القيامة؟ قال احسنهم خلقا يا ام سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة. اللهم حسن اخلاقنا. وهي الرئيسة بتاع 72 وصيفة، 72 وصيفة من الحور العين الذي قال الله لها كوني فكانت، لو بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا. وقال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو اخرجت انملها في الليل البهيم لأشرق الصباح، الصبح كده بقى تطلع سبحان الله. وبعدين ادي باب للحور العين، وباب لل وبعدين باب للخدم، يعني ولدان اذا رايتهم ها يعني حسبتهم ايه لؤلؤا منثورا، انت تجيب الساق من هنا وتعطيه وتاخد مش عارف تعمل له ايه وتعمل له تامينات، وفي الاخر يخرب لك يقل السياره ايه حصيدا كان لم تغنى بالامس. جيب الشغاله في البيت وتطلع سبحان الله، نسال لها السلامه في الدنيا والاخره، لان الغلمان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا سبحان الله. والباب الثالث يدخل عليك اصدقائك ومحبيك في الدنيا. والباب الرابع تدخل عليك منه الملائكه، بس يوم الجمعه يدخل عليك من الاربعه ابواب، والملائكة يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب سلام عليكم. جايب لك دعوة دي انا مع ملك من الملائكة، ده مش ملك واحد، وفد من الملائكة. طيب ما تقولوا ناس محترمين قدام بيتكم مرة والخير في ايه؟ جايين يحجزوا عليا ولا جايين بس لابسين لبس محترم وراحتهم طيبة سبحان الله العظيم. فهؤلاء الوفد جايبين لك الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم تأتيك من الله بطاقة، يا الله اسمها بطاقة في اللغة العربية فيما رواه الإمام مسلم، عبدي اشتقت إليك فزرني. يا الله معقول هذا؟ أنا العبد الضعيف اللي ما يسويش شيء، الله يسأل المهم. وبعدين في الطريق يحصل بقى تطيب والسحاب يمطر عليه عطر ما شممت رائحته وحلة تلبسها. المهم يجتمع العباد في مكان، ورب العباد سبحانه وتعالى يقول يا عبادي قد وعدتكم وعدا. ما هو
أن هذه الوجوه الناظرة سوف تصبح بعد لحظات إلى ربها ناظرة. قال علماؤنا: لو تجلى رب العباد بوجهه على أهل النار لنسوا ما فيه من العذاب، ولو حجب رب العباد وجهه الكريم عن أهل الجنة لما راقت لهم الحياة فيها ساعة. قال علماؤنا: فالنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في وجود الحجاب عن رب الأرباب. يجي ده اعلى الدرجة اللي هي ايه؟ قبل الفردوس، كل يوم جمعة بهذا الشكل خلاص. اما فيها عباد مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول الذين يطالعون وجه رب العباد بكرة وعشية كل يوم، ده اعلى درجة. من ضمنهم من؟ اللي ولد اعمى. قال: من سلبت حبيبتي فلن اجد له جزاء يوم القيامة الا ان ينظر الى وجهي بكرة وعشية. يبقى رب العباد بيدخر شيء عظيم لمن انتقص امرا. طيب في نقطة تانية، ولد او بنت ولد يعني ذكاؤه 30-40%، لا خرب فيه، لا يعرف لا يكتب ولا يقرأ ولا يرى ولا يسمع، ربما سبحان الله. قال: سبحان الله العظيم، رب العباد عز وجل عايز البيت ده موصول بالله للنهار، فيعمل ايه؟ هذا البيت كل ما ابوه يشوفه يقول: يا رب حنن قلوب العباد عليه بعد ما موت، لا يراه احد الا ويحبه، لا يراه احد الا ويعطف عليه. وبعدين الولد يكون ملك في بيتك لغاية سن كام؟ يعني الان زمان كان 10-15 سنة، الان 10-15 شهر، يعني الولد يفضل ملاك طاهر بريء لغاية سن 3-4 سنوات. اول ما يدخل الصف الاول ويشوف الولد مازن والولد جاسم والولد عبدالله والولد محمود والولد حسن، لا اله الا الله، ويخلق يبص على الولد ويخلق ما لا تعلمون، الولد ده منين؟ المهم البراءة تظل عند هذا الذي لم يحظى بقضية من الذكاء، عشان رب العباد يجعل ابوه وامه في ايه؟ في دعاء مستمر. انا اعرف قصة حقيقية عن شيخ لي رحمة الله عليه. الشيخ يمر مع صديق له ولي في قرية، فوجد امام بيت في القرية حاجة عندنا كده اسمها المصطبة. المصطبة دي عبارة عن ايه؟ كنبة من الايه؟ بس من الطوب. تمام؟ كنبة طوب. وليس صوفة طوب. فسر انت زي ما انت عايز. حاجة يجلس عليها. خلاص؟ ولا عنده ديسك ولا غضروف ولا ابدا. جالس على ايه؟ شيء زي الحجارة. بس ايه؟ الله اكبر عليه. صحته تمام. المهم. فالشيخ رحمة الله عليه وجد ولد عنده حالة المنغل هذه وجالس. قال اللي معاه ده: قف قف، استنى استنى. قال: يا شيخ ده المصيبة، ده القرية لو عرفت ان انت في البلد تعمل علينا مشكلة. المهم قال: لا والله لا تقف. نزل الشيخ جلس جنب الولد وضع يده على رأسه: كم عمرك يا ابني؟ الولد لا يفهم، مفيش. طلع ابوه وامه: الشيخ يا خبر، اهلا وسهلا، كم عمر ولدك؟ 26 سنة. لا يدري عن الدنيا شيئا. طيب المهم الشيخ بعد جلسته ركب السيارة، فصديقي يقول لي: الشيخ قاعد يدعي ربنا، اللهم ارزق اباه وامه سر هذا الابتلاء. شو الدعوة؟ فهم ابوه وامه، ها؟ لان الواحد لما يفهم سر المسألة ايه؟ يهدأ. طب ليه اهو؟ فالاخ الكريم ده بيقول: يا شيخ انا رجعت الشيخ القاهرة، وطول الطريق وانا راجع افكر في دعوة الشيخ. جيت على الساعة 3 بالليل، ايقظت السائق وقلت له: توكل على الله نرجع القرية اللي كنا فيها الصباح مع الشيخ. معقول؟ طرق الباب على اذان الفجر، خرج صاحب البيت: اهلا وسهلا، انا كنت مع فضيلتي. قال له: عارفك فاكرك كويس. قال له: كيف الولد؟ قال له: اسألك سؤال، ابنك ده ولدك، الكلام ده كان سنة 84، ولدك ده لو كان طبيعي كنت تتمنى يكون ايه؟ قال: كنت اتمنى يكون معلم ياخد له 50-60 جنيه يساعدني في تربية السبع اولاد اللي عندي. قالوا: طب ان شاء الله، ادي البطاقة بتاعتي اهي، احدى شركاتي
على بعد 7 كيلومتر من القرية. ابنك عين عندي ب3000 جنيه شهريا. سبحان الله. بس يجي الصبح بركة غير وقت في الشركة والسيارة تجيبه بعد الظهر. قابلت هذا الاخ الكريم الاسبوع الماضي وانا على سفر فقابلت. قلت له اخبار الضيف الكريم بتاعك ايه؟ قال ما زال يجلس عندنا وابوه الان اصبح صاحب 4 بنايات كبيرة وشركة وربنا فتح له، ففهم الاب والام سر الابتلاء. هو لو كان رئيس الجامعة هيدلك ها 3000 فلس ويسجنوه في الاخر سبحان الله ويضيع عيالنا. ها راجل احد مليارديرات امريكا حكيت لك عنه، فكان نجار طردوه من الشغل ماشي دي راعي كنيسة قدام باب الكنيسة. قال له ممكن اشتغل عندكم في الكنيسة اكنس الكنيسة؟ قال له بدولار في اليوم. قال له اي حاجة. امسك عزك الله المكنسة، فراعي الكنيسة سأل تقرأ وتكتب؟ قال له لا. قال له كمان هتشتغل عندنا وانت لا. طرده. بعد مدة سبحان الله هو نجار جاء على الطريق وبنى غرفة من خشب وكتب عليها موتيل كده سبحان الله، اللي رايح واللي جاي يمر يبات غير يدفع له 20 دولار 30 دولار. الان بدون ذكر اسماء اصبح من العشرة الكبار المليارديرات في العالم. فكان مجتمع مع الرئيس بوش الاب في اجتماع اكبر 9 شركات في امريكا، فجاء الدور عليه عشان يوقع على قرار. هو جالس جنب الايه الرئيس الامريكي. قال له وقع يا ده. قال له والله انا لا اقرا ولا اكتب. قال له الله انت صاحب المليارات دي كلها؟ لا. قال له لا، انا لو كنت اقرا واكتب كنت لسه بكنس في الكنيسه سبحان الله. اما عدم قراءتي والكتاب دي ليس هذا دليل على ان يعني تشجيع لاولادنا ان ما يشتغلوش، لا، لكن الله هو الرزاق ورب العباد. لما رزقنا العقل رزقنا نعمه كبيره وجب ان نفعلها. وطالما هكذا وطرحنا السؤال اذا كان باقي من الزمن ربع ساعه وباقي من الزمن ايام فماذا نحن فاعلون؟ والله الذي لا اله الا هو ما بقي من الدنيا بحسابات الله عز وجل اقل من ربع ساعه. ليه؟ لان سبحان الله ان يوما عند ربك كان في سنه مما تعدون. فمنذ ان نزل جبريل باقرا الى الان بايام الله ادينا كم سنه كم يوم؟ بايام الله يوم ونصف يوم 36 ساعة منذ اقرأ الى الان. مش اليوم عند الله بألف سنة؟ احنا دينا كم سنة منذ نزول اقرأ؟ 1500 سنة 15 قرن. لما تعملها تقسمها على 1000 يبقى ايه؟ يوم ونصف. طيب الدنيا فضل لها كم يعني؟ نصف يوم. يوم. طب واليوم ده انا وانت هنكون عايشين؟ لا. يبقى اذا هي لحظات. هذه اللحظات وجب ان نصنع الاتي. ارجع بيتك الله يرضى عليك راجع حساباتك، ولنا علي حقوق للعباد وحقوق لرب العباد. حقوق رب العباد قد يعفو ولكن راجع. انا صليت منذ سن كام؟ في اللي صلى وضر على الصلاة من سن 15 سنة بلغوا عنده 12 ضعت عليه 3 سنوات يصليهم. واحد تاني صلى وعنده 20 سنة يبقى عليه 7 سنوات. واحد صلى وعنده 50 سنة يبقى عليه 35 سنة. سبحان الله. يعمل ايه؟ يعني اسهل شيء مع كل وقت يصلي وقتا او وقتين. يدخل قبل الاذان او عند الاذان ما بين الاذان والاذان يصلي ظهر من اللي عليه، عصر من اللي عليه، مغرب من اللي عليه، هكذا او مغربين او 3 على قدر ما يستطيع. او افضل اللي عليه سنوات كثيرة يقوم قبل الفجر بساعة يصلي 3 أيام 4 أيام 5 أيام صبح ظهر عصر مغرب عشاء إلى أن يغلب على ظنه أنه أدى الصلوات التي كانت عليه. يؤدي دين الله في الصلاة، هكذا في الزكاة، هكذا في الصيام، هكذا في الأوامر. هذه حقوق الله عز وجل. طب حقوق البشر؟ حقوق البشر مادية ومعنوية. أنت بس عشان عندك منهج وأنت الآن في لحظة حسابات. أنا عايز المجهود ده تعمله كل أسبوع مرة، يا اما بعد فجر الجمعة يا اما بعد عشاء الجمعة قبل النوم. والله يرضى عنكم. اتمنى من الله قبل ان اغادر هذه الحياة ان ارى العرب ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا. عدم نومنا مبكرين
يصيب هرمون الميلاتونين هرمون السعادة بالتوقف وكل العرف في حالة كآبة، علاوة على سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. يعني اثنين من مفكري فرنسا الكبار كانوا معنا في مؤتمر الأسبوع الماضي، فسألت واحد منهم قلت له يا بروفيسور فلان، كنت عندكم في فرنسا هنا في جن بيركبكم؟ استغرب الرجل ازاي يعني. انت قلت له ما انك رجل استاذ وبروفيسور في السوربون ورجل عم يشار اليك بالبنان ورجل نقرا كتبك ونتابع فلسفتك، في جن يركب واحد فرنسي؟ قال لا ما عندنا جن، لا جن ولا حكومه، ممنوع الركوب. سبحان الله سبحان الله. لو عندنا العرب ما شاء الله لا قوه الا ان لله وانا اليه راجعون. ده حتى مش راضيين، ده مش راضيين حتى الناس تعيش في سلام، ده بيقتلهم كمان يعني مش راضي. سبحان الله. فصارت كارثه الجن عند المسلم الموحد، وذلك في برامج الان في التلفزيونات عن عالم الاحلام. ما هو كون ما احنا عايشين في الاحلام، الواقع مر، فنهرب لفين؟ للاحلام. طب ده الحلم او الرؤيه يجب ان ارى وجه الراي، لازم اشوف حاله. مش ابن سيرين لما راى الرجل اذن في الرؤيا قال له ان شاء الله، نظر اول طالعه قال له تروح تحج هذا العام ان شاء الله. دخل واحد تاني في نفس الوقت راى نفس الرؤيا قال ارايت اني اؤذن، قال له اتهم في سرقه. قال له الدين ده بذمتين ولا ما هو نفس الرؤيا، هو يعني ما هو الدين فيه كذا وكذا، ده شاف يؤذن وده شاف يؤذن، الرؤيا ايه واحده لكن التاويل ايه مختلف. قال ازاي يا امام؟ قال رايت على الاول وعلى وجهي سمات الصلاح، ففسرتها واولتها بقولي عز وجل واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ولم ارى على الاخر سمات الصلاح ما شفتش، فاولتها بقوله واذن مؤذن ايتها العير انكم سارقون. طيب اللي قاعد في الاستوديو ها، وانا قلت له يا مولانا انا شفت انه هو شاف وجهي، يعرف انا من؟ هل عارف ان انا اصلي او لا اصلي؟ سبحانك يا رب العباد لا اله الا انت. ده رجل يقول لابن سيرين يا امام رايت اني اكل اربعه ارغفه، قال له استغفر الله ورد الحقوق الى اصحابها واكتب وصيتك. انا لما دي رؤيا عجب. بعد ما مشي قال يا امام قال ربما يموت بعد ايام اربعه، الناس انتظر اليوم الرابع الرجل مات. الله ايه الحكايه؟ خلق السماوات والارض في يومين، ها الارض في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. فابن سيرين راح على المنطقه دي، راح على منطقه الايه الارغفه الاربعه. اذا المساله يعني سبحان الله في اكثر من الرائي. بعد صلاه الفجر يقول لي يا امام نعم انا شفت ان انا ازور المقابر اكل عزم الله اكل التمرا، رايت في الرؤيا اني اكل تمرا مع طبق في رطب، اكل الرطب وارمي النوى اللحظة واحدة علي بالشرطة. شفت يا خبر في رؤيا تجيب الشرطة؟ لا نفتشوا عن هذا، انه يسرق اكفان الموتى فتحققوا فرأوه كما قال. ده راح فين؟ ده قلبه موصول بالله. القلوب لما تكون موصولة بالله خلاص، القلوب لما تصل بالله عز وجل انتهت المسألة. حتى دخل عمر في رؤيا علي، وتحفظون القصة نحكيها ولا ما عارفينها؟ تموتوا في الحكاية ما شاء الله. اشتاق علي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، هو اشتاق رأى الرسول. الله يا سلام. طب احنا مشتاقين بس ما شفناش ليه؟ شوقنا كاذب، شوقنا كاذب، شوق علي صادق. فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده طبق رطب، فأعطاني واحدة ثم الثانية، فاستيقظت وحلاوة رطب رسول الله في فمي. يا سلام لما الواحد يشوف رؤيا جميلة يروح ايه يبشر بها اخوانه. سيدنا علي محب لعمر، فاول ما دخل الصلاة اقيمت، قال الدنيا ما طارتش نستنى الايه بعد الصلاة. بعد الصلاة دخلت بنت صغيرة ناولت امير المؤمنين طبق رطب، فعمر اخذ واحدة لسه علي لم يقص، وضع عمر في فم علي واحدة ثم الثانية، يقول والله وجدت حلاوة رطب عمر
كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية. وعمر يوزع على الجالسين، خذ واحدة خذ واحدة. علي يشتهي من الطبق رطبا اخرى، يشتهي يعني نية ايه داخلية. فينظر الي عمر ويقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. ده عمر اقتحم عدة اسوار، اقتحم الرؤية واقتحم ما يفكر فيه علي، صح ولا لا؟ يبقى اي قلوب كانت، اي قلوب كانت، سبحان الله، قلوب موصولة بالله. انا عايز كل جمعة ليك حساب اسبوعي، احنا اتفقنا من زمان على الحساب، في حساب يومي، حساب بعد كل صلاة، وده افضل الحسابات اول باول يعني، حساب الليل، وحساب كل اسبوع، وحساب كل شهر. يعني لما تطمئن ان راتبك حول على حسابك اللي ورايح ديون في حتة اخرى، توقف وحاسب نفسك. في حساب سنوي، رمضان لرمضان، من ذي الحجة لذي الحجة، ذي المحرم للمحرم، يا سيدي من يناير لديسمبر، المهم حدد موقف تحاسب فيه نفسك. فانت اليوم ارجع وشوف ايه حقوق العباد وايه حقوق رب العباد، وراجع نفسك وقل ما بقي من الزمن كثير. ليه؟ لان العباد الذين يحاسبون انفسهم يؤتى بهم يوم القيامة للوقوف امام الميزان وامام الحساب، فيقول الله لم توقفون عبدي هكذا؟ قالوا لحسابه يا رب العباد. قال لقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسبه ووزن اعماله قبل ان توزن، ادخلوا عبدي الجنة. داخل لا الحساب ولا الميزان. ليه؟ لانه اول باول سبحان الله العظيم هكذا العبد، كما قلت من قبل، الطبق او الصحن او الاناء اللي في المطبخ عزها بعد الغداء، الزوجة بتغسله اول باول سهل، ولكننا لو تركنا الاطباق فيها بقية الاطعمة وسافرنا شهرا او شهرين وعدنا وجدنا بقية الاطعمة في الاطباق ايه؟ جفت. هل غسلها سهل ام صعب؟ صعب. هكذا القلوب لما تستمر المعاصي غسلها صعب، لما يتعود الانسان والعياذ بالله على الحرام او لا. نحن نريد ان نتعود على اكل الحلال وعلى الحساب اولا باول، لانه ما بقي من الزمن شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا في الامور كلها. اللهم امن شعب سوريا، اللهم امنه من عندك يا رب العالمين، اللهم احفظ ذكرهم وانثاهم وكبارهم وصغارهم، احفظ اعراضهم واموالهم ودينهم، انت يا رب على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله قصة فعلا يجب ان تروى. حكى لي اخ كريم الاسبوع الماضي ان قبضوا على شاب من الشباب في احد المدن السورية، واجبرته الان ان يسجد للرب المزعوم، اسجد وقل لا اله الا فلان، يرفض. الاخوة الملتزمين حوله يطيعون، يقول لك يعني الا من اكره وايه، وقلبه مطمئن. بعد ما تركوه زملاء وقالوا له انت ليه مش يعني ما كده كلمه نقولها باللسان عشان ننجو؟ قال لا، انا عندي 31 سنه وعمري ما ركعت ولا صليت، فابيت ان تكون اول سجده الا ان تكون لله عز وجل. سبحان الله. فاذا هذا دليل على ان الامور دي سوف تنتج جيلا جديدا، فليصبر اخواننا السريين حتى ياتيهم فرج الله سبحانه. والله اني ارى بعيني هاتين اننا سوف نستيقظ يوم نرى الفرج على الشعب السوري وعلى كل المسلمين. اللهم امن بلادنا جميعا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.